وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل الحكمة السابقة التي قرأناها بالأمس وما يتعلق بها من حكمة تليها. كان يتكلم بالأمس على أن هناك واردات تأتي للقلب من الله سبحانه وتعالى، لأن القلب له عين تسمى بصيرة، والقالب له عين يسمى البصر. الله سبحانه وتعالى له ملك وملكوت. ملك يعني ما يرى بالحواس، اللي انت شايفه في الدنيا، كل ما تدركه بحواسك هو من الملك. وله ملكوت، كل ما لا تدركه بحواسك كعالم الجن وعالم الملائكة والجنة والنار وعالم الغيب، لأن له عالم الغيب وعالم الشهادة سبحانه وتعالى. فعالم الغيب هو الملك، وعالم عالم الغيب هو الملكوت، وعالم الشهادة هو الملك سبحانه. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على صورة عجيبة، له عين تنظر لعالم الملك وله عين تنظر لعالم الملكوت. فجعل الجسد له عين مبصرة تبصر إلى عالم الملك اللي هو عالم الشهادة، وجعل للقلب عين تسمى البصيرة تبصر عالم الملكوت عالم الغيب. فالقلب له عين تسمى البصيرة، والقالب له عين يسمى البصر. ولذا الإنسان أحيانا يرى بقلبه أشياء لا تراها عينه، بل أحيانا ترى عينك ما يكذبه قلبك، واتضح لك بعد ذلك أن قلبك كان محق. يعني تنظر في مسألة ما تجدها من حيث النظر الظاهري أنها فيها عين المصلحة، لكن قلبك مش مطمئن ليه ومش مستريح، لأن عينك بتنظر للحقيقة، قلبك ينظر للحقيقة وعينك تنظر للظاهر. فربما يكون الظاهر خلاف الباطن، يقال أن السم قد يكون في الدسم، فتجد نفسك حتى في أحوال كثيرة في حياتك لما تسترجع ظروفك السابقة تجد أنك أنت كثيرا ما دخلت في أمور تراها بعينك أن فيها المصلحة وقلبك غير مستريح، ويتضح لك أن قلبك كان محقا وأنه كان يرى ما لا ترى عينك. فعلمنا من التجربة أن القلب يبصر وأنه قد يعمى أيضا. الله سبحانه وتعالى قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى الصدور محلها محيطة بالقلب الذي هو فيه النظر إلى الحقائق المرادة من الإنسان، لا إلى الوهم والزخرف، ولكن ينظر إلى الحقيقة وإلى اللب. جعله الله سبحانه وتعالى في لب الإنسان في داخله، فينظر أيضا إلى اللب، لا يغتر بالمظاهر. فلما كان القلب هذا هو حاله، كان هو محط الواردات الرحمانية التي يتعامل معك الله من خلالها. أحيانا تكون هناك واردات ملائكية، وبالرغم من ذلك يصب في القلب الدم الذي هو مجرى حياة الجسد، فصار القلب اختلط فيه الوارد الجسماني الشهواني المتمثل في الدم الذي يجري في العروق، ومتمثل فيه أيضا الوارد الرحماني المتمثل فيما يلقيه الله فيه من أنوار، فصار القلب متقلب بين شهوات وبين رحمات، بين معاصي وبين طاعات، تتجاذبه هذه الأشياء. فصارت هناك معارك تقوم في القلب بين الخير والشر، والخير له جنود والشر له جنود. وعلشان كده يقول لك في الحكمة النور جند القلب، كما أن الظلمة جند النفس. وإحنا عرفنا أن القلب والنفس والروح والسر كل دي مسميات لحاجة واحدة، لكن حسب تطورها ورقيها بيختلف اسمها. فإذا كان الإنسان في حال اختلاط الروح اللي هي اللطيفة الربانية الرحمانية السر، اختلاطها بالجسد الأرضي، إذا اختلطت وركنت له ركون كامل تبقى اسمها نفس أمارة، يتكون خليط يسمى النفس الأمارة، ودي نفس الكافر أو المجرم، النفس الأمارة بالسوء.
نفس الكافر أو المجرم من غير الكفار. فإذا ارتقت النفس من النفس الأمارة إلى سماعها النذير الخارجي وهو كلام الله على لسان الرسل، أو النذير الداخلي وهو عين البصيرة التي يسميها الناس الضمير، فالإنسان له نذير من الداخل وهو ضميره، يجي يعمل حاجة يقوله ما يصحش كده، حرام كده، ما يلقش، كأنه جواه واحد تاني، وفي نفس الوقت جواه واحد تاني خالص يقوله لا اعمل ما يهمكش. يبقى النفس إذا بدأت تقاوم هذا اللي هي متطلبات الشهوات التي تبعدها عن حقيقتها الروحانية الأصلية، ابتدت تقاومها، ولما لما تستسلم ليها تبتدي تلومها، يسموها النفس اللوامة. يبقى انتقلت من نفس أمارة إلى نفس لوامة، بدأت تلومها لما يعمل المعاصي. هو بيعمل المعاصي بس يروح البيت متضايق، مش مبسوط انه عملها، وتاني يوم برضو يعمل المعاصي لكن برضو مش مبسوط، نفسه لوامة. يبقى ابتدت النفس ترقى وما زالت نفس، لحد ما يبتدي الإنسان اللوم يزيد قوي، يبقى مش متحمله بقى، يوم يترك المعاصي الظاهرة، وقد يقع في معاصي باطنة شديدة لكن يترك المعاصي الظاهرة على أمل إن هو نفسه يقل لومها، يوم يحصل استراحة نفسية واطمئنان نفسي، يسموه علماء النفس التوازن النفسي، فلا يجيله اكتئاب ولا يحاول ينتحر ولا يبقى منطوي، يبقى عنده توازن نفسي. فإذا وصل لهذا التوازن النفسي وابتدى يوزن الأمور ويعقلها قبل ما يعملها، مش بيندفع على المعصية على طول، يبقى ابتدى إيه؟ يعقلها، فيسمى عقل. بعدما صارت نفس صارت عقل. كانت الأول نفس يعني بالضبط زي حيوان جامح غير مروض، ابتدى يعقلها ويسوقها، بقت مروض، ما زالت حيوان بس مروض، يسموها عقل، عقل من العقال، لأنك عقلتها فما بقتش عندها الدفع. فإذا تقلبت النفس المعقولة التي عقلها العقل، عقل الشرع وعقل التكليف بأوامر الله عز وجل على نهج الأنبياء وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى يسمى نفس عاقلة، تبقى محط التقلبات، فتصير قلبا تتقلب بين المعاصي أحيانا والطاعات أحيانا، تتقلب. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، اللي هي أحوال الناس معظمها اللي احنا كلنا فيها، كلنا فينا قلب، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خطب القلب، ومحل نظر الله من العبد لا هو مظهره ولا جلبيته ولا البدلة اللي لابسها ولا رصيده اللي في البنك ولا شهاداته ولا نسبه ولا حاجة خالص، لكن ينظر لقلبه. هي دي حقيقة الإنسان، في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، وأشار إلى القلب، ويقول أكرمكم عند الله أتقاكم على لسان الله عز وجل سبحانه في القرآن. يبقى صار القلب هو مقياس الناس، وسمي قلبا لتقلبه. ولما كان يتقلب بين الخير والشر صار للشر أعوان وجنود فيه، وللخير أعوان وجنود فيه، وتلتحم القتال بين هذه النوازع، أيهما انتصر؟ إذا جاء التوفيق والعناية من الله تنتصر جند الخير فيصير في الخير، لأن لا تصير في الخير إلا بتوفيق الله وعنايته. وإذا تركك الله لنفسك انهزمت الأنوار بظلمة النفس، فيصير الناس الإنسان في المعاصي. فهي دي المسألة، وعشان كده يقول إيه؟ النور جند القلب اللي هو يوجهه إلى الله، لأن أصل الأكوان ظلمة، لأن الظلمة هي العدم، وأنت أصلك العدم، لولا تجلي الله في الأكوان ما استنارت، لأنه هو الظاهر الذي ظهر به كل شيء وأظهر كل شيء، وهو أظهر من كل شيء سبحانه. فلما كانت الأشياء لم تظهر إلا بالأنوار الإلهية لظهور الله سبحانه وتعالى فيها، لا بالذات ولكن بالصفات، سبحانه لا يحل في الأشياء،
فصار أصل الأكوان ظلمة وأصل الوجود نور. فإذا تركك لنفسك صرت للظلمة التي أنت من أصلها وهي العدل، وإذا أخذ بيدك صرت إلى النور الذي هو محل الروح التي هي سر من الله، لأن هي الروح تركن للأنوار والجسد يركن للظلمة، فالجسد أصلا ظلماني، وعلشان كده القلب تجد فيه جنود ظلمانية اللي هي تميل للمعاصي والبعد عن الله، اللي هي عايزة توديه في داهية ترجعه بعد ما كان ربنا سبحانه وتعالى أراد أن هو يرقيه لم يكن شيئا مذكورا، فأراد أن يرقيه ويخليه مذكور. فالجسد عايز يرجعه لأصله أن يكون غير مذكور إلى الظلمة إلى العدم بفعل المعاصي والبعد عن الله، فلا يأخذ الإمداد من الله سبحانه وتعالى. وإذا انقطع الإمداد انقطع وجود الخلق خلاص، وترجع لأصلك زي ما يبقى الكهرباء اتقطعت تلاقي الدنيا بقت ظلمت خلاص. فهي دي المسألة. فيقول لك ايه؟ النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس، لأن النفس هي حالة القلب وهي منكبة على الشهوات، فإذا توازنت وأصبحت تتقلب غير منكبة على الشهوات، لكن أحيانا وأحيانا تتقلب صارت قلبا، يبقى القلب قابل عنده القابلية للترقي. فإذا استراح لأقدار الله عز وجل وصار مع الله على ما يريد بالتوكل والرضا والزهد وعدم الحرص وحب الخير للناس وعدم النظر لما في يد الناس والاستغناء بالله عما سواه، تجد القلب يستريح. فإذا استراح صار روحا، يرجع لأصله بقى. يبقى كالنفس فترقى عقلا فترقى إلى قلب فاستراح صار روحا، فلما غابت الروح بترقيها بعد ذلك عن عالم الحس صارت سرا. قل الروح من أمر رب. في كل هذه المراحل في حروب طاحنة بتحصل جوه جواك عشان تترقى، زي انت في الدنيا لما تيجي تترقى وتاخد شهادة، شوف انت بتقعد تذاكر قد ايه وتروح وتصحى بدري وتاخد دروس وتحضر محاضرات وتشتري كتب وتتكلف قد ايه، على ما تيجي تخلص شهادة بيبقى تقلك، اتكلفت تقلك جهد ومال ووقت، وده منصب دنيوي تافه، فما بالك بقى الترقية في المناصب الإلهية عند الله عز وجل أشد من كده. بس بيحصل في الداخل محدش دريان بيه، إنما الحاجات الظاهرة التانية الناس شايفاك، أنت بقيت في الابتدائية بعد كده بقيت في الإعدادية بعد كده مش عارف اتخرجت بقيت مدير عام وزير بقيت قائد كبير بقيت أي حاجة من دي، فالناس شايفة الحاجات دي وشايفة جهادك، لكن اللي جوه القلب بقى معارك أشد وأطحن بتحصل في الطريق إلى الله، زي ما في طريقك في الدنيا بتوصل للعاعة من لعاعات الدنيا تبذل جهد، كذلك لكي تصل إلى مقام من المقامات مع الله بتحصل حروب طاحنة ومجهود شديد من الإنسان، وعلى قدر عزمك وصدقك مع الله على قدر المدد اللي يجي لك من الله، زي انت في الدنيا كده على قدر جهدك تطلع من الأوائل، على قد ما تقعد تذاكر وتجتهد تطلع من الأوائل، كذلك على قدر جهدك في الطاعة مع الله على قدر ما ربنا يرقيك أكثر. النور جند القلب كما أن الظلم جند النفس، فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار. لما ربنا بقى يريد في أثناء الحرب دي اللي بين نفسك وقلبك، واخد بالك ما احنا النفس اللي هي الحاجة ايه السيئة، واخد بالك ازاي، والقلب الحاجة اللي هي موزونة عندها نوع من التوازن النفسي بتميل كده وتميل كده، لكن مش ميلة خالص في جهة واحدة. أثناء الحرب دي لو ربنا يريد الخير ليك يروح يمدك بمدد الأنوار، فتبص تلاقي تروح غلبة الظلم تيجي تكشح. وعشان كده سيدنا رسول الله كان يقول ايه، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وفي بشري نورا وفي دمي نورا وفي عظمي نورا، اللهم اجعلني نورا. دي دعوة النبي
صلى الله عليه وسلم يطلب المدد النوراني من الله حتى يختلط بالجسد الشريف فيصير النبي صلى الله عليه وسلم نوراني، أي نوراني يعني إيه؟ نوراني حسا ومعنى، معنى أي أنك تهتدي به، وحسا ترى بالعين وتستشعر ذلك. ولذا كل من كان من وراث النبي صلى الله عليه وسلم تجد في نور، حتى ولو زنجي تجد أسمر زنجي من أفريقيا وتلاقي راجل مسلم صالح ذاكر كده تلاقي عليه نور، وتفرج عليهم في الحج تجد منهم ناس كده عليهم سمات الأولياء منورين وهم سود، وتفرج على واحد تاني زي بوش أشقر وأبيض وأحمر لكن مضلم، صح؟ يبقى في حاجة اسمها نور انت بتشوفه. حتى الناس العوام يقولك يا سلام الشيخ ده وشه منور، مش بتحصل؟ يبقى ينقلب الإنسان إلى نور حسا ومعنى، حسا يرى ومعنى بتلمس خطواته، فيصير دليلا وإماما للخير، هو ده الوارث الحقيقي. كل ده بمدد العناية من الله سبحانه وتعالى، لا بفضل منك أنت ولكن بتوفيق الله، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يريد منك الصدق مع الله فقط، صدق التوجه، يريد منك صدق التوجه والاجتهاد في السلوك فقط، ثم بعد ذلك تأتيك بعد ذلك محفة العناية والتوفيق فتنقلك من مقام إلى مقام عالي بمحض فضل من الله سبحانه وتعالى. فيقول إيه؟ النور جند القلب كما أن الظلم جند النفس، فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار. بيقول لك ايه هو امداد الظلمة اللي في القلب بتستمد قوتها منين؟ يعني الانوار تستمد قوتها من الله بقوة اليقين وبالعلم والمجاهدة، ده المدد بتاع الانوار يجي لك بالطريقة دي، بقوة اليقين الذي ليس معه شك، كويس؟ والعلم اللي معاه البصيرة اللي هي القلب، والإلهام ربنا سبحانه وتعالى يلهمك زي ما كان بيلهم سيدنا عمر، يبقى يقين لا شك معه وعلم معه بصيرة وإلهام من الله، دي المدد اللي بيجي من الأنوار. طب والمدد اللي بيجي للظلمة يقويها عكسهم، اليقين عكس الشك، طول ما الإنسان عنده شبهة وشك يفضل مدد الظلمة عنده قوي فتفضل نفسه غلبان ومودية في داهية، طول ما هو عنده شك في أي حاجة بقى في الأمور الحقائق الأصلية، كأن يكون عنده شك في 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 بعض حقائق النبوة، في شك في بعض حكمة الله سبحانه وتعالى من أمور خلقه، زي بعض الناس يقول لك ما هو لو ربنا عايزني اصلي كنت صليت، ويروح واخد نفس في الشيشه وقاعد على القهوه، فهو مش فاهم يعني ايه القضاء والقدر، مش فاهم يعني ايه الاختيار والتسيير، مش فاهمه، لانه مش فاهمه عنده شك، لانه عنده شك بقى مدد الظلم عنده قوي. فهمت المساله؟ يبقى مدد الظلم يجيله بالشك اللي هو عكس اليقين عند اللي عنده الانوار، ويجيله بالجهل عكس العلم اللي عنده الانوار. يعني مدد الانوار يحب العلم ويحب الايه اليقين الذي ليس معه شك، فياتي على ثمره العلم مع اليقين الالهام، توصل تبقى ملهم بقى، ربنا يلهمك الصواب، تلاقي نفسك في الامور المختلطه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، اللهم اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. إذا اختلطت الأمور، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان بين الباطل، هو ده الإلهام بقى، بالتقوى يجي لك الإلهام، فالناس تلاقي الأمور ملتبسة وانت تلاقيها واضحة، الخير هو الشر هو، الناس شايفاها ملتبسة لكن انت شايفها واضحة. فهمت ازاي؟ ده اللي هو بيبقى يجي لك بالإلهام، ما هو كله من التوفيق، كل الحاجات دي اصلا مصدرها التوفيق، لكن احنا بنحاول نفصصها.
يبقى الانسان اللي عنده اللي عايز مدد الانوار عليه انه يزيل كل شك في قلبه قبل النبي وقبل الله عز وجل. وعلشان كده احنا مثلا بنقعد في درس الشفاء نقعد ننقي الاحاديث والايات المتعلقه بالانبياء اللي قد تعكر صفو عصمتهم حتى نزيل من قلوبنا كل شك متعلق بالانبياء. كويس. وبعدين في نفس الوقت لما نيجي نتناول علم التوحيد وصفات الله عز وجل نزيل من قلبنا كل شك متعلق بالله عز وجل وأن الله ليس كمثله شيء وأن الله سبحانه وتعالى متصف بكل صفات الكمال وأنه عادل سبحانه وتعالى ولا يظلم شيئا وأنه قاهر فوق عباده وأنه سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا يتصف في مكان حيث أنه خلق المكان ولا في جهة لأنه كان قبل الجهات. كل الحاجات دي علشان يزول من قلبك كل شك متعلق بالله وبالرسول. فإذا زال منك كل شك متعلق بذلك ارتميت في أحضان النبي فيوصلك إلى الله على طول. خلاص بقى هتبقى زي الجثة الهامدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما يشيلك يشيلك، مش هتناقش مش هتناقشه. ليه؟ لأن زال من قلبك كل شك وارتياب. يبقى علشان تزيل أمداد الظلمة التي سببها الشك والجهل، الشك والجهل، وبعد كده أخطر حاجة الرضا عن النفس. طول ما أنت راضي عن نفسك ومبسوط وتقول إيه يعني هو أنا هقطع نفسي بقى، ما كده كويس، ده أنا بذلت كل وسعي، ده ما فيش احسن من كده، في حد عمل زيي؟ فيبقى نايم كده مستمخ من نفسه راضي عن نفسه. فاذا توفر في الانسان الثلاث حاجات دول، الشك، ودي موجوده في نفوس ناس كثيرين ومسلمين بينا، تجد عنده شك في بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فعلاقته بالنبي من حيث الباطن مش علاقه خلق، لا كده يعني، زي ما كان سيدنا عمر في لحظه من اللحظات بيقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بيقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فسيدنا عمر منه صريح مع نفسه، واضح مع نفسه، ما يعرفش يماري، وصرحته دي اللي وصلته. قال لسيدنا رسول الله والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. قال والله يا عمر لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك كمان. ففي لحظة سيدنا عمر كان إيه قوي مع نفسه، في لحظة قال له أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسك، قال الآن يا عمر، يا دب وصلت. يبقى كان في نوع من العكننة في نفسه ما كانتش موصلة الوصول الكامل، فلما زال العكننة دي اللي هي الظلمة دي وحط مكانها النور، يبقى لابد انك انت تجالس العلماء علشان تزيل من قلبك كل شك وارتياب وتتعلم العلم اللي يوصلك. وتالت حاجة الا ترضى عن نفسك، تبقى باستمرار باستمرار غير راضي عن نفسك، شايف انك انت اقل واحد، وده كان حال الصحابة، لان شعورك انك انت اقل واحد هيخليك باستمرار عايز تبقى كويس. انما اول ما تقول وانا هقطع نفسي هتروح ايه تشد اللي حافه اتنين، مفيش اجتهاد بقى، ما انت خلاص بقى شايف نفسك عملت اللي عليك، ادام عملت اللي عليك هتعمل ايه؟ هتروح تنام. طب ما انت ياما هتنام في القبر، ايه يعني النوم يعني؟ هتجيب ايه من النوم؟ هتعود جسدك على النوم الكتير ملوش معنى. انت لما تعود نفسك على نوم قليل واكل قليل تستثمر عمرك وتستفيد بحياتك، تاكل كتير تقضي وقت طويل في النوم ووقت طويل في دوره الميه، ويبقى جسمك تقيل في الطاعه عشان هتتخن بقى وتكلبط، ولا ركبك عارفه تشيلك ولا عارف تصلي ولا تجتهد، وطول النهار قاعد تتاول وطول النهار عايز حاجه تهضم، واول ما تهضم جعت وعايز تاكل، طول النهار قاعد كده همك على كرشك وعلى شغلانه. انما لما تاكل، وعشان كده لما تبص لحال الصالحين والاولياء كان معظمهم ياكل وجبه واحده في اليوم او اتنين بالكتير، ولما كان ياكل وجبه او اتنين ما كانش يشبع ابدا، اكل خفيف خفيف. ليه؟ علشان يعرف يستثمر عمره بقى، لأن مدد الجسد كله مدد أرضي، فلما يكتر الأكل يرضى يكتر ارتباطه بالأرض، ولما يقل الأكل يقوم يقرب للتقوى، وعشان كده الصيام لعلكم تتقون على طول. كل ما قل الأكل قل ارتباطك، واخد بالك ازاي؟ وينشط جسدك،
وأحسن فكرة في الإنسان ونشاط هو ما بين الجوع والشبع. تبقى اللي انت جعان ولا شبعان، دي أحسن نشاط عند الإنسان. فحتى لما تيجي تاكل ما تشبعش، لأنك لو شبعت هتنام. وما تاكلش إلا إذا جوعت، إنما ما تاكلش تفاصة عشان انت بتحب الأكلة دي ولقيتها قدامك أكلها. ودي موجودة عند معظم الناس، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال من علامات القيامة من ضمن أحاديث، وإن كانت ليست بدرجة كبيرة من الصحة إلا أنها وردت من طرق كثيرة، إن من ضمن علامات الساعة إيه؟ استمنة، إن الناس التخمة، تنتشر التخمة والوزن الزائد. والوقت معظم كتب الجراحة والطب إن بيقولك أشهر مرض موجود في العالم الآن هو مرض الوزن الزائد، إن معظم البشرية الوقت وزنها أزيد من المعدل المظبوط بالنسبة للطول وللعرض. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وده جاي منين؟ لأن احنا تربينا لازم ناكل ثلاث وجبات. في عرق في القفا يقول العشاء العشاء. أنا كانت جدتي تقول لي كده لما أجي أنام من غير عشاء. تيجي تقول لي لا ده في عرق في القفا يقول العشاء العشاء. فلازم ناكل. ربونا على كده على الأكل. ناكل. أول ما نصحى من النوم أوعى تروح المدرسة إلا ولازم تفطر. تروح فاطر. تفطر. وفي المدرسة في الفسحة تروح كمان تجيب مش عارف ايه، واول ما تروح البيت تلاقي مامتك مودبه لك كل الشغل على الترابيزه، يا واد كل هتموت لو ما كلتش هتموت، ده انت وشك اصفر انت عارف تتحرك مسكين. يروح واكل يقوم طبعا ينام يشخر، يقوموه بالعافيه الساعه 6 ولا 7 عشان يلحق مش عارف الصلاه، ويا واد اقعد ذاكر، ذاكر له ساعتين قوم العشاء لحسن ده في عرق في القفا، يقول طول النهار قاعد يعلف في نفسه. وهكذا بقت حياتنا كده، مفيش وقت بقى للايه للهواتف الرحمانيه تخش، لان قاعد باستمرار بتتظبط. وعشان كده قالوا لاحد الصحابه، واحد من الصحابه يعني قاعد فبيقول له من التابعين بيقول له ما رايك في من ياكل مره في اليوم؟ قال ذلك اكل الصالحين. قال له طب مرتين؟ قال له يعني كده هتبقى مشكله لكن تمشي. قال له طب ايه رايك في ثلاثه؟ قال له اتخذ لك معلفه، يعني بقيت بقى بهيمه، هتاكل ثلاث مرات في اليوم تبقى هتبقى شغلان، تبقى قاعد طول النهار بتعلف في نفسك فضيعت عمرك. وعلشان كده تجد في معظم كتب الروحانيات يوصيك تملي بقلة الاكل، مش لدرجة انك انت يجيلك انيميا بقى وتموت وتقول الشيخ قال لي كده، لا يعني بالعقل قلة الاكل اللي هي يعني تاكل بقدر الضرورة اللي بيها يبقى عندك القوة اللي تعينك على فعل الطاعات، ما بقاش عندك لا انيميا ولا ضعف ولا الكلام ده كله، لكن ما بقاش عندك تخم وكرش وعايز اعمل شفط دهون واشد البطن واعمل مش عارف ايه وركبي والحقوني الكلام ده لا. يبقى المدد النوراني سبب اليقين الذي ليس معه شك، والعلم الذي ليس معه الذي معه بصيره مش اي علم. طب ما انت عندك علماء كتيره في اوروبا ما عندهمش بصيره، ما وصلوش الى الله من خلال العلم، يبقى ده علم بغير بصيره. العلم اللي ببصيره هو العلم اللي يوصل الى الله. وتالت حاجة عدم الرضا عن النفس. وأنا حكيت لكم قصة سيدي الشعراني زمان لما كان راجل علامة كبير وحاسس إن بالرغم علمه ده مش واصل إلى الله، حاسس إنه محجوب عن الله، مش حاسس حلاوة العبادة ولا الطاعة. فبقى إيه الإحساس ده بيؤلمه. يقعد يدي للناس دروس، الناس كلها تعيط وهو مش متأثر، مع إن الناس بتعيط بكلام وهو نفسه ما بيعيطش من كلام ولا متأثر بكلام. فكل الناس متأثرة وهو مش متأثر، بقى متضايق من نفسه قوي من الحكاية دي. فسأل على يعمل ايه؟ قالوا له في راجل اسمه الشيخ الخواص موجود في الروضة، كان قاعد في الروضة هنا على النيل، وكان ليه خوص كده من خوص كان يقعد فيه يعبد ربنا فيه. راجل صالح من الأولياء معاصر للشيخ أبواب الشعراني. قالوا له روح للشيخ الخواص هناك في الروضة في قلعة في جزيرة الروضة، كانوا يسموها جزيرة الروضة زمان وهي ما زالت جزيرة. فراح له، فأول ما دخل له قال له إيه؟ قال له ما تجنيش إلا لما تقبل إيد أقل الناس. قاعد بقى يلف يشوف مين أقل الناس، مش عارف، شهر اتنين تلاتة مش عارف مين أقل الناس دي. وبعدين إيه؟ شاف مرة واحدة كده بتضرب الودع، فقال أهي دي بتاكل من حرام وجهلة وبتعمل شغل وحش، هي دي أقل الناس. فجاي يقرب جنبها وعايز يتمحك ليها كده عشان يقبل إيدها ويروح لشيخه. قالت له انت مش ده اقل مني؟
ما تشوف شيخك قال لك ايه، طلعت من الأولية اللي هو شافها قال للناس، طلعت من الأولية الكبار. فراح طلع ماشي، كان قاعد في باب الشعرية، هو كان جنبيه حارة اليهود، جنبيه كده حتة اسمها حارة اليهود. فقال انا هروح انا في حارة اليهود دي، اهم دول يهود ولاد كلب، ما فيش اقل من كده بقى. فراح قاعد على الدكة كده، وقاعد جنبه واحد تاني كده، فقال له ممكن توريني ايدك؟ قال له وانت مش لاقي اقل مني؟ شيخك قال لك قبل ايد اقل الناس، قبل ايد نفسك وروح، انت اقل الناس. شفت المعنى؟ يبقى طلع انه كان محجوب عشان راضي عن نفسه، شايف انه هو احسن من الناس، اعلم من الناس، افقه من الناس، عبادته احسن من الناس، شايف نفسه حبتين. فلما شاف نفسه حبتين حجب عن الله بنفسه. فهمت المسألة؟ فلما ايه راح لشيخه قال له اقل الناس، قبل ايد نفسه قدام شيخه. فوصل، فيها تفاصيل اخرى نبقى نقولها بعدين، هو ما وصلش الا بعد ما عمل ثلاث حاجات دي، حاجة منه. لكن الخلاصة الرضا بالنفس حجاب شديد، حجاب ظلماني، هنقولها بعد ما هنقولناها كتير، لكن احنا عايزين ناخد ايه الحاجة اللي تفيدنا النهاردة. انك انت، وعشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما بيقول لو نادى منادي يوم القيامة كل بني آدم في الجنة إلا واحد لظننت أنه عمر. شوف بقى أنت، سيدنا عمر شايف نفسه أقل واحد في الأمة، مع أنه هو نمرة اثنين، لكن هو شايف نفسه، إحنا بنقول عليه نمرة اثنين، لكن هو بينه وبين نفسه وزن نفسه أقل واحد. شفت قد إيه؟ وعشان كده إذا تواضعت لله رفعك. سيدنا أبو بكر يقول لو دخلت إحدى قدمي الجنة والثانية خارجها ما أمنت مكر الله. شايف نفسه أنه ما يستحقش حاجة، أنه ممكن في أي لحظة ربنا يكرشه، لأنه مش داخلها كده بصدره. وأنت لو صليت معانا يوم تقول أنا شجيع السيمة، صلينا 20 ركعة بجزئين، إيه الحلاوة دي؟ الله يا واد، وماشي منفوخ. وهم كان الواحد فيهم يقعد في الجلسة واحدة كان يتصدق بمئة ألف دينار بين المغرب والعشاء، بمئة ألف دينار. سيدنا عبد الله بن عمر كان يجي له العطاء بتاعه، كان يتصدق بيه عطاء اللي هيكفيه طول السنه، يروح متصدق بيه بين المغرب والعشاء، ويروح بيته ما فيش في جيبه ولا حاجه منه. هتروح انت فين فيهم؟ وهم بالرغم من كده ما كانوش راضيين عن نفسهم، وانت وانا الغلابه يا سلام راضيين قوي مبسوطين. ده علامه الجهل، دي علامات الجهل، الرضا بالنفس. فهمت ازاي؟ ولان اللي راضي عن نفسه ابليس، فهي علامه ابليسيه. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا مفيش أحلى مني، أنا آخر وجهه، وكنت بعبدك وبعمل آخر أحلى شغل، ليه تخلقه من طين وبتاع؟ وبعدين تقول لي اسجد له، اسجد له إيه؟ ده أنا أحلى منه وأحسن منه، وأعرف أتنطط وأعمل وشايف وعارف وفاهم، واد حرك أهو، راضي عن نفسه تماما. فالرضا عن النفس وده ده. فهمت إزاي؟ فالرضا عن النفس أس كل معصية كبيرة. وعلشان كده المدد الظلماني يجي من ثلاث حاجات: الشك والجهل والرضا عن النفس. والمدد النوراني يجي بالتلاتة عكسهم: اليقين الذي لا شك معه، والعلم اللي مع البصيرة، وعدم الرضا عن النفس. وكفاية علينا النهار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.